طبعا منذ دخول زين البحرين للسوق اقطعت وعد على نفسها للمساهمة في دعم وخدمة المملكة. شاركت ونجحت الشركة على مدار السنوات اللي مضت في توفير بنية تحتية قوية للاتصالات، أيضا شاركت في دعم الأعمال التجارية، ومؤخرا شاركت في دعم العمل والتعلم عن بعد والكثير من الأنشطة الفعالة في المجتمع. في الآونة الأخيرة أطلقت الشركة حملة اسمها الزينة في العين. طبعا احنا نقصد الزينة هي مملكتنا الغالية البحرين، وهدف هذه الحملة هي مواصلة الجهود الدؤوبة والعطاء المستمر المحلي، ونطمح ان احنا نقدم الأفضل للبحرين. تحت الزينة في العين تندرج الكثير من المبادرات، وأحدث هذه المبادرات هي شراكتنا مع صندوق الأمل بعد إصدار مرسوم ملكي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله لدعم المنظومة الريادية في البحرين ودعم الشباب البحريني. طبعا شراكتنا في صندوق الأمل جاءت عن طريق البرنامج التلفزيوني بيبان. من المبادرات أيضا اللي تندرج تحت الزينة في العين هي شراكتنا مع الاتحاد البحريني لكرة السلة. منذ عام 2008 قامت شركة زين برعاية أكثر من 3000 مباراة، وأيضا لدينا برنامج تمكين الشباب اللي احنا نسميه زين يوث. من خلال هاي البرنامج قدرنا ان احنا نتشارك مع اكثر من 10 جامعات ومعاهد تدريبية، وفخورين بهذا الشيء. ومن خلاله قدرنا ان احنا ندرب الشباب والشابات البحرينيين لتهيئتهم لسوق العمل. هناك نية ايضا للتوسع، وإحنا سعداء أخيراً في الفترة الأخيرة برعايتنا للدورة الثالثة من ألعاب غرب آسيا البارالمبية، وفخورين كل مشاركتنا ونواصل عشان البحرين.